الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. نشرع في درس من دروس الأدبية، ونتناول اليوم كاتبا افتخر به الأدب العربي ولا زال يفتخر به، وهذا الكاتب هو عبد الله بن المقفع. ولد عبد الله بن المقفع سنة 106 هجرية، عاش بين دولتين، الدولة الأموية والدولة العباسية، وكان كاتبا لذوي الأمر، ولهذا كان يأخذ نفسه في خلقه ومعاملته بأن يرفع من قدره أو من قدر فنه وفي مجال فنه وفي أعين الناس، ولهذا كان يطلب الحكمة من الهند ويطلب المنطق من اليونان والثقافة من الفرس والعربية عند العرب. ما هي الآثار التي خلف لنا عبد الله بن المقفع؟ خلف لنا كتبا، الأدب الكبير والأدب الصغير، وكتابه المشهور كليلة ودمنة، الذي طالما تمتعنا بقصصه المشهورة المسلية الجذابة. ولهذا كان عبد الله بن المقفع كالعالم، كان يكتسب أو كان يريد أن يكتسب طبيعة العالم الذي يريد أن يوصل إلى قرائه خبرته وتجربته. والنص الذي نتناوله اليوم هو في نظام العمل، لكن قبل أن نتطرق إلى النص نفسه أريد أن ألقي عليكم بعض الأسئلة. إذا كانت لنا أعمال لابد أن ننظمها، وما هي الطريقة التي نتبعها في تنظيم أعمالنا؟ لنا طرق عديدة، منهم من يتفوق عليها، ومنهم من لا يستطيع أن يتفوق على هذه المشاكل التي تتعرض له، ومنهم من يجد صعوبة أو تلتبس عليه الأشياء والأحوال ولا يعرف كيف يجابهها. إذن فنترك الكلام لابن المقفع لإبداء رأيه. في نظام العمل، إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها يوما بيوم والروغان منها، فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها، وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنك، والضجر هو الذي يراكمها عليك. فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال، وذلك أن الرجل يكون في أمر من أمره فيرد عليه شغل آخر، أو يأتي شاغل من الناس يكره إيتاءه فيكدر ذلك بنفسه تكديرا يفسد ما كان فيه وما ورد عليه حتى لا يحكم واحدا منهما. فإذا ورد عليه مثل ذلك فليكن معك رأيك وعقلك اللذان بهما تختار الأمور، ثم اختر أولى الأمرين بشغلك فاشتغل به. الآن نعود إلى النص، نشرح بعض العبارات. يقول الكاتب إذا تراكمت عليك الأعمال، هنا يتكلم عن العمل ويقول إذا تراكمت، تراكم يتراكم، بمعنى جاءت الأعمال بعضها فوق بعض، وهنا يعني به الإشعار بالثقل. فلا تلتمس الروحة، والروح بمعنى الراحة أو الاستراحة، في مدافعتها أي في إبعادها يوما بعد يوم بتأخيرها وغير ذلك. والروغان منها، والروغان بمعنى الهروب، الهروب من هذه الأعمال، فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها، لا يستطيع الإنسان أن يستريح إلا إذا أصدر هذه الأعمال.
وكلمة أصدر نقول أصدر فلان الإبل بمعنى أرجعها بعد وردها، وهنا الإصدار بمعنى الإنجاز والنهاية. وإن الصبر عليها هو الذي يخففها، والضجر هو الذي يراكم عليك، والضجر هنا بمعنى الضيق والقلق. فتعهد من ذلك، إذن فثق، تعهد يتعهد بمعنى وثق يثق هم من ذلك، أي اجعل نصب عينيك خصلة أي صفة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال. تعتري من اعترى يعتري بمعنى أصاب يصيب، وذلك أن الرجل يكون في أمر من أمره بمعنى يكون في عمل من أعماله، فيريد أي فيجيء، فيريد أو فيريد عليه بمعنى يفاجئه عمل أو شغل آخر، أو يأتي شاغل من الناس يكره إيتاءه، أي يأتيه شيء أو شغل من آخرين لا يريد هو بنفسه أن يأتيه لغيره، فيكدر ذلك بنفسه تكديرا. نقول كدر يكدر تكديرا بمعنى جعل الأمر صعبا عليه، وهنا قال فيكدر على ذلك بمعنى يجعل له نوع من الثقل ونوع من القلق ونوع من الضجر. فيكدر ذلك بنفسه تكديرا، يفسد ما كان فيه أي يفسد العمل الذي كان يقوم به، وما ورد عليه ويفسد عليه الأمر الآخر الذي أتاه وفاجأه، حتى لا يحكم واحد منهما. إذن فلا يستطيع أن يحكم لا العمل الأول ولا العمل الثاني. إذن فالكاتب ماذا يقول؟ يقول إذا ورد عليك مثل ذلك، إذا أصبت بهذا النوع من المفاجأة أو الإحالة دون الوصول إلى إنهاء عملك، ماذا تفعل؟ فليكن معك رأيك وعقلك. إذن على الإنسان أن يرجع لعقله ولرأيه، اللذان بهما تختار الأمور، أي الإنسان لا يختار الأمور بصفة عاطفية، وإنما يرجع دائما لعقله وتفكيره، وهما الحكمان اللذان يحكمان في مثل هذه الأمور. ثم اختر أولى الأمرين بشغلك فاشتغل به، ثم اختر أسبق الأشياء. أو ثم مثل يقول الإنسان إذا تراكمت عليه الأعمال وإذا أتته أشغال، يعني بحالة دون الوصول إلى هدفه أو إلى إنهاء هذه الأعمال، إذن فليبدأ بما هو أسبق، وأنا أظن أنه مثل صيني. الآن بعد أن قرأنا هذا النص، يا ترى ما هي الفكرة التي تتجلى لنا من خلال هذا النص؟ أولا نرى بأن الكاتب يبين لنا أنه إذا تراكمت عليه الأعمال ماذا يفعل. أولا يقول ما علينا إلا بالصبر وعدم الضجر، ثم الآن يبين لنا كيف تأتيه هذه الحواجز أو هذه العوائق التي تمنعه من مواصلة أعماله. إذن فهنا يقول لنا ما علينا إلا أن نرجع إلى تحكيم العقل، ونبدأ بأولى الأمرين. إذن فالفكرة التي يريد الكاتب أن يطرحها هي كون الإنسان، ما هي الطريقة التي يجب على الإنسان أن يسلكها إذا تراكمت عليه الأعمال. إذن نسجل الفكرة العامة، ما هي الطريقة التي نسلكها إذا تراكمت علينا الأعمال؟ ما هي الطريقة التي نسلكها إذا تراكمت علينا الأعمال؟ الآن نعود مرة ثانية إلى النص لنرى ما هي الأفكار الأخرى الجزئية الثانوية التي تتجلى لنا من خلاله.
أولا يقول إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها يوما بعد يوم. هنا في هذه الفقرة الأولى يتكلم الكاتب على أن الإنسان لا يجد راحة إلا في إصدار عمله، وهذه الراحة لا يجدها إلا في الصبر الذي هو يخفف عنه هذه الأعمال، ولا يضجر لأن الضجر هو الذي يزيدها ثقلا وعبئا. إذن فنقول فالفكرة الأولى هي أولا الصبر إذا تراكمت علينا الأعمال، لابد من التزام الصبر. إذن التزام الصبر إذا تراكمت علينا الأعمال. الفكرة الثانية هي عدم الضجر والقلق. ثانيا عدم الضجر والقلق. الفكرة الثالثة يقول الكاتب إذا وصلنا إلى هذه الحالة ماذا نفعل؟ نحكم العقل والرأي. إذن الفكرة الثالثة هي تحكيم العقل والرأي. هذه هي الأفكار التي تجلت لنا من خلال هذا النص. إلى ما ينتمي هذا النص؟ الآن نرى بعد أن قرأنا هذا الدرس ودرسناه ما هو الغرض الذي ينتمي إليه هذا النص؟ رأينا أن الكاتب تكلم لنا عن العمل وكيف نصبر على العمل وكيف نحل وكيف ننظم أعمالنا اليومية إلى غير ذلك. إذن أنا لا أظن ولا أجد شيئا إلا أن أصفه بأنه نص اجتماعي تربوي. ماذا يريد الكاتب؟ يريد الكاتب أن يربينا على أن نحكم عقولنا وعلى الرزانة في أعمالنا. وهذا النص ينتمي إلى النثر التربوي الاجتماعي. يا ترى منكم من يسأل يقول هل هذا النوع، هل كان هذا الغرض وهذا الموضوع جديد أم قديم؟ نقول إن هذا النص من النثر، النثر قديم نعرفه من الجاهلية وفي وقت العصور الإسلامية الأولى، هو نص يعني به هو يعني به غرض قديم. لكن كيف جاء؟ كيف كان؟ كان النثر قبل ذلك اليوم كان على شكل حكم أو أمثال، وجاء ابن المقفع هو وصديقه عبد الحميد الكاتب وعاش في بيئة قصور، بيئة أمراء، بيئة ملوك إلى غير ذلك، ورفعوا وكانوا في الدواوين والكتابة، وأرادوا أن يرفعوا وأراد أن يرفع من شأن هذا الأدب من ناحية المضمون ومن ناحية الشكل. إذن فالنص قلنا نص تربوي اجتماعي يحاول به الكاتب أن يربي عقولنا ويربينا على الرزانة وعلى الصبر وغيرها. لا يخفاكم وأن العمل أو الأعمال تتفاوت قيمتها بتفاوت قدرتها على البقاء. والآن يا ترى ما هو الشيء أو ما هي العوامل التي جعلت كثيرا من الأدباء خلدوا أسماءهم وخلدوا آثارهم؟ ثم عوامل كثيرة، وبعبارة أوضح لو أخذت مثلا عمارتين، عمارة تقليدية مبنية بالتربة والحجارة والرمل
والأخشاب وغيرها، وعمارة أخرى مبنية بالإسمنت والإسمنت المسلح وغيرها. يا ترى من هاتين العمارتين من هي التي تفرض استمرارها وبقائها؟ لعلكم أدركتم بأن العمارة الثانية هي التي تستطيع أن تتحمل التغيرات المناخية من أمطار ورياح وثلوج وزلازل. ما هي العوامل التي فرضت البقاء لهذه العمارة الثانية ولم تفرض البقاء للعمارة الأولى؟ أولاً ناحية المواد المستعملة، ثانياً إحكام الهندسة إلى غير ذلك. إذن هل نستطيع أن نقول مثل ذلك في الأدب؟ نعم، الأدب له عوامل تكتب له البقاء. من جملة هذه العوامل هي عوامل روحية، عوامل شعورية، عوامل تعبيرية، والجديرة بإثارة النفس البشرية من جميع النواحي وبالخصوص من ناحية الفن والجمال. إذن لو تأملنا مثلا هذا النص وتأملنا بعض العبارات تأملنا في الأفكار التي جاءت، نرى بأنها أفكار وعبارات جاءت ممزوجة بروح الكاتب، وأراد أن يؤدي هذه الأفكار وأن يتأنى في اختيار العبارات لا بصفة عادية، وإنما يختارها لتؤدي معنى معينا. مثلا إذا أخذنا كلمة تراكمت، فنحن نرى أن هذه كلمة تراكمت لها قوة تعبيرية تعبر عن تراكم الأشياء وتراكم الأعمال فوقها بعض، وهذا يجعل عبئا ثقيلا على صاحبها. ثم كلمة مدافعتها، هذه كلمة دافع يدافع، من نجد هذه المجاهدة وهذا الجهاد في مدافعة هذه الأشياء ونحن غير قادرين على التصدي أو إلى التصدي إليها، ولهذا استعمل كلمة مدافعة، وهنا جهد كبير نبذله في مدافعتها. ثم إذا كثرت هذه الأعمال ماذا نحاول أن نفعل إذا تراكمت عليها ونستطيع أن نحلها؟ إذن نرجع إلى الروغان. ما هو الروغان؟ هي استعارة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى محاولة الهروب والفرار بخفة، ونحن نرى دائما هذه كلمة مراوغة مستعملة. الإنسان إذا أراد أن يتجاوز بعض الحواجز فإنه يراوغها حتى لا يجد مصادمة أو اصطدام. إذن فهو اختار هذه العبارة، كلمة تراكمت ومدافعتها والروغان، ثم كلمة الصبر، ثم الضجر التي تدل على القلق والضيق إلى غير ذلك. كل هذه الكلمات اختارها الكاتب باختيارا ليؤدي معنى معين. ثم من ناحية أخرى نأخذ مثلا جملة فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها. هذه الجملة نستطيع أن نعبر عنها بكيفية أخرى، نستطيع أن نقول لا يستريح الإنسان أو لا يستريح الإنسان إلا إذا مثلا أنهى عمله فقط، أو يستريح الإنسان حينما ينهي عمله، لكن هو قال إنه لا راحة إلا، استعمل أولا التوكيد بإن، ثم النفي مع الاستثناء وهو ذا لتقرير الفكرة. ثم كيف قرر لنا الأفكار؟ قرر الأفكار مثلا في مثل هاتين الجملتين، وإن الصبر عليها هو الذي يخففها، وإن الضجر هو الذي يراكمها، وهذا ما نسميه بمؤكدات معنوية. إذن خلاصة القول هي نستطيع القول بأن ابن المقفع أراد أن يلقح الحضارة العربية الإسلامية بنظم سياسية واجتماعية وأدبية. كيف ذلك؟ بإدخال نظم علمية وعملية
وجعل من النثر العربي فناً يرتكز على الإنشاء العلمي والأدبي مع مراعاة الترتيب المنطقي، لا في الكتابة فحسب بل حتى في ميدان التطبيق. ولهذا نعتبر أن ابن المقفع هو مؤسس مدرسة الصنعة مع صديقه عبد الحميد الكاتب،